مع انطلاق أكثر من 45 مهرجانا سياحيا في السعودية بدءا من اليوم، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا من مهرجانات الأعوام الماضية تظهر تكسير آلة العود وبعض الآلات الموسيقية من قبل بعض الدعاة المشاركين في المهرجانات الصيفية بمختلف مناطق المملكة، فيما اعتبروه سمة بارزة لمعظم المهرجانات الصيفية في السعودية في الوقت الذي تغيب الحفلات الموسيقية عن مهرجانات الصيف السعودية منذ سنوات. مشاهدينا، الحديث عن هذه الظاهرة ينضم إلي في الاستوديو الكاتب في صحيفة الشرق الأوسط زميل فهد الشقيران. أهلا بك فهد. أهلا وسهلا. يعني نتحدث عن هذه الظاهرة بداية. نعم. يمكن سؤال أنه شو أسباب انتشارها اليوم؟ ما أسباب انتشار هذه الظاهرة تتكرر في مثل هذا الموسم؟ والله أنا أعتقد أن المجتمع السعودي كان مجتمع فرائحي ويحب البهجة ويحترم الفنون ويحترم كل صيغ الفرح والبهجة والاحتفال، لكن خلال العقود الماضية مع حملات التجيش ضد الحياة وضد الفنون وضد الموسيقى أصبح هناك عزوف إلى حد ما، خاصة بين التيارات المتشددة أو التي تقبض على بعض المؤسسات مثل المؤسسات التعليمية أو غير التعليمية، أصبح هناك نزوح عن الذوق الفني إلى الحرب على الفنون. وأعتقد أن هذه الملاحظة ملاحظة جدا 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 مهمة، وأشير إلى مقال كتبه خالد الفيصل وزير التربية والتعليم، كتبه قبل 6 سنوات تقريبا بعنوان من غيب البسمة. فعلا هناك غياب للبسمة، وبخاصة في المواسم التي يفترض أن تكون مواسم فرح وبهجة مثل الإجازات ومواسم الصيف وغيرها. فهذه المشاهد مؤسفة ومحزنة، لأن هناك تضاؤل في الذوق تجاه الحياة وتجاه الموسيقى وتجاه الفنون وتجاه ثقافة الاحتفال، وبالتالي صعود إلى لثقافة الموت وثقافة الاستعداد للرحيل وثقافة قمع كل ما هو جميل في هذه البلاد على حساب تجيش هؤلاء الشباب الصغار وتكسير الأعواد. كيف يتم تبرير انتشار هذه الظاهرة؟ على أي أساس؟ ما العوامل التي أدت إلى انتشار هذه الظاهرة في بلد مثل السعودية؟ يعني تحديدا تعتبر كسوق للموسيقى، دعنا نقول الحملات السياحية الموجودة في السعودية غالبها حملات عائلية تختص بالترفيه العائلي، يبقى هؤلاء الشباب لا يدرون إلى أين يذهبون، وبالتالي يكونون مطايا لبعض المتطرفين وبعض رموز التطرف والإرهاب، بحيث يكون هذه المشاهد وهذا الاحتفال هو ما يمتعهم بالصيف. ولا أدري أين المتعة في أن تكسر آلة موسيقية يعني، أو أين البهجة، وهل هذا احتفال حقيقي؟ يعني أخذوا كظاهرة كنوعية احتفال أخرى مسألة تكسير العود، مسألة غير مفهومة، مسألة غير مفهومة ولا قيمة لها أصلا، حتى على مستوى على المستوى الدعوي أو الفقهي لا قيمة لها. الخيار الفقهي إما أن تستمع إلى الموسيقى أو أن لا تستمع، لكن أن تشوه مجتمع بأكمله، مجتمع أصلا محب للموسيقى وجزء من احتفالاته الوطنية تعتمد على الفنون والموسيقى والرقصات الشعبية وغيرها، وهي أساس من أساسات الكيان في الدولة وفي المجتمع على حد سواء. السؤال اليوم، من المسؤول؟ يعني مثل هذه المهرجانات تتم برعايات حكومية والبعض يرى فيها مدخل للتطرف، من المسؤول هنا؟ من الجهة المسؤولة؟ المسؤولون هم المنظمون، هم الذين يجب أن يسألوا عن هذه الظاهرة المحزنة التي تشوه مجتمع بأكمله، تشوه 24 مليون إنسان من السعوديين الذين تتلمذوا أصلا على الفنون وعلى حب الحياة. ونذكر التلفزيون السعودي قبل صعود تيارات التطرف كان تلفزيونا مليئا بالفنون والموسيقى وبأصناف ما يبهج وبثقافة حقيقية للموسيقى وجود فنانين كبار، طلال مداح، محمد عبده، عباد الجوهر ومحمد عبده وطلال مداح وغيرهم. وكذلك أيضا كان في التلفزيون السعودي كان ولا يزال إلى حد ما رغم الضعف، لكن هناك بث أيضا للثقافة الموسيقية. لكن أتمنى أن تحد هذه الظاهرة من خلال برامج تعليمية. أنا أعتقد أن الأمير خالد الفيصل وهو شاعر وأيضا متذوق كبير للفن، أن يوجد برامج بديلة للشباب من خلال مؤسسات تابعة لوزارة التربية والتعليم، بحيث تحتضن هؤلاء ولا يكونوا مطايا لحملات سياحية لا قيمة لها، حتى ولو كانت حكومية لا قيمة لها، ما لم تكن ضمن الأسس التربوية وما لم تكن أيضا ضمن الذوق العام. الذوق العام، تدمير الذوق العام بهذا الشكل وبهذه الصورة هذا مؤسف.
مؤسف خاصة حينما تنتشر في العالم وفي دول العالم، وعلى أننا كمجتمع سعودي نمارس هذا الفعل تجاه آلات موسيقية لها تاريخها، وآلات موسيقية ساهم علماء الإسلام أيضا في التنظير حولها وفي الكتابة فيها، ونذكر منهم الفارابي وغيره من الذين كان لهم اهتمام كبير في المجال الفني والموسيقي. طيب فهد، أيضا يعني اليوم السؤال، تأثير مثل هذه الظاهرة على عقول بعض الشباب، دعنا نقول بتصرفاتهم، يعني وأن تتعدى الموضوع من تكسير آلات موسيقية إلى التصعيد تجاه فنانين أو موسيقيين معينين. يعني نذكر في تقريبا في التسعينات انتشرت ظاهرة إحراق المحلات الفيديو، وانتشرت ظاهرة تكسير الأشرطة، وانتشرت ظاهرة الكاسيتات وإحراقها إلى آخره. مثل هذه الظواهر هي ظواهر عدوانية على الفن، لأن هناك عدم تصالح، هناك عدم تصالح مع المجال الفني للأسف الشديد، رغم أن الكثير من الفقهاء كانت لهم آراء محترمة جدا ومميزة تجاه التصالح والتطبيع مع الفنون. نذكر مثلا منهم ابن حزم وغيره. يعني الموسيقى مسألة خلافية، وهذا ليس سرا، هذا ما هو مكتوب في كل كتب الفقه يعني. فبالتالي لا إنكار حتى في القاعدة الفقهية، لا إنكار في مسائل الخلاف، فضلا عن أن يكون الإنكار باليد، بمعنى أن يكون الإنكار باليد والاعتداء وبالفعل بالضبط وبصورة مشوهة على النحو الذي شاهدناها عليه. فبالتالي نحن مارسنا عدة مخالفات مدنية وذوقية واجتماعية. وأنا أعتقد أن الفن إذا تطور في المجتمع فهذا علامة على أشياء كثيرة، منها انتهاء ثقافة التطرف. أنا أعتقد أن كل صعود للفن هو يقابله هبوط لثقافة العنف والتطرف والحقد والكراهية والإرهاب وغيرها. صحيح. نعم. شكرا لك فهد، يعني أيضا موضوع مطروح، نتمنى كذلك أن تكون وصلت الفكرة والصورة. شكرا جزيلا. كاتب في صحيفة الشرق الأوسط فهد لشقيرة، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.